والخلاصة أن الإنسان ينبغي عليه أن يلزم حده، وأن يعلم أنه عبد من عباد الله، وأنه ليس له من الأمر شيء، وأن هذا الذي تراه في هذا الوجود من انتفاخ بعض الناس ومن سيرهم في الحياة كأنهم أنصاف آلهة، ومن قول الواحد منهم: إنما ورثته كابرا عن كابر، وانظر إلى أصولي، وانظر إلى النسب والحسب وما أشبه، كل هذا باطل لا قيمة له، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأين الحسيب النسيب أبو لهب؟ وهو من أرومة قريش، ومن صفوة العرب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في النار. وأين هو من بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا، فاعتقه أبو بكر رضي الله عنه، فكان عمر بعد ذلك يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه، يقف على الكعبة مؤذنا. وقد خفض الله رب العالمين الشرك وأهله، وتواضعت رقاب الأرومة التي كانت شريفة في الجاهلية، فصارت بكفرها تحت مواطئ الأقدام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء في الآخرة، يعني المتكبرين، يحشرون أمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، ولهم في النار نار محدودة يقال لها بولس، وهي نار الأنيار. وهؤلاء الذين يفتخرون بآبائهم وأحسابهم وأجدادهم الذين ماتوا، الواحد منهم في دعواه كالجعل، وهو الجعران، وهو الخنفسة كما تعلمون، كالجعل يدهده الخرأ بفيه، من يكونون؟ الإنسان في النهاية لا يملك شيئا، بدءا ومنتها وما بين ذلك. فعلى المرء أن يتواضع لربه، وأن يتطامن لخالقه، وأن يعلم أنه ليس له من الأمر شيء. والعز في الذل، العز في الحياة بالذل لله جل وعلا، والحرية الحقيقية في العبودية للخالق الأعلى جل وعلا. فنسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين دنيا